احتفلت الكنيسة القبطية في الأردن برسامة 150 شاباً من أبنائها لرتبة أغنستوس وتعني القارئ، ورسامة 200 طفل لرتبة إبسلطوس وتعني مرتلاً في الكنيسة، ومنح 6 شمامسة رتبة إبوذياكون وتعني مساعد شماس، وذلك بقداس إلهي ترأسه نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي للشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس، بمعاونة القمص أنطونيوس صبحي راعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد ماري جيريس للأقباط الأرثوذكس والقس ميخائيل ثابت، وبحضور جموع المؤمنين وأبناء الرعية. في الحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآن ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا ولاد بلاط سربنطي موات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يدين الحياة والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي موثقنا الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار آتي. قدم نيافته خلال العظة التهاني والتبريك للمرتسمين الجدد من أبناء الكنيسة ولأهاليهم، موجها لهم الإرشاد والنصح بهذه الرتبة المباركة التي منحوا إياها. ومناسبة حلوة أن احنا يكون في هذا اليوم اللي هو الإرسالية بتاعت الخدمة أن احنا نرسم النهاردة شمامسة في مختلف الدرجات الشموسية عشان تكون رسالة للكل في أن الشماس هو خادم بيخدم مذبح الله. هل كل واحد فينا ينفع يكون كارز؟ كل واحد فينا ينفع يكون مبشر؟ كل واحد فينا ينفع يكون خادم؟ أيوة ينفع. طب أنا هقدر أشفي المرضى؟ أيوة أقدر أشفي المرضى. كل إنسان مضروب بحرب روحية هو مرض، مش لازم أمراض الجسد بس. لما انت تكلم انسان عن ربنا واجع في خطيه معينه او مربوط بخطيه معينه وتساعده في انه يتخلص منها فانت شفيت مرضنا. انت بسلوكك قادر ان تغير الكثير، قادر انك تخدم، تقدر توصل المسيح لاي حد. مش لازم بالعظات والكلمات، لا، انت ممكن بسلوكك وبادبك وباحترامك وبايدك النظيفه تعرف توصل المسيح لاي حد يشوفك. عشان كده المسيح قال ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ربنا يكون معاكم ويفرحكم وتعيشوا وتربوا أولادكم وتنموهم جوا الكنيسة وتعلموهم عشان تغرسوهم ويطلع غروس نامية داخل الكنيسة هيريحوكم أنتوا بعد كده في إن هم يبقوا مرتبطين بالكنيسة، مش محتاجين منكم مجهود إنكم أنتوا اعمل كذا وما تعملش كذا، لا، هو بيتعلم من الكنيسة نفسها وبارتباطه بالكنيسة والمذبح ويقف جنب المذبح ويرد ويصلي. فحاجة حلوة، يا ريت تربوا أولادكم كلكم على كده، وإن شاء الله نرسم تاني وثالث ورابع، وكل سنة وانتم طيبين ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. دي فرحة في الكنيسة. ده تاريخ للكنيسة، لازم نفرح. وقلت لحضراتكم إن الشمامسة اللي اترسموا اليوم خدوا رتبة أغنستوس، كل شاب فيهم لما ينهي أيام غربته في الأردن هيرجع كنيسة بلده أو قريته في مصر شماس،
كان بيقف مع الشعب، هيقف مع الخورس، هيخدم، هيساعد. فدي بركة من كنيستنا في عمان. ألف مبروك علينا كلنا. شايف الشمامسة مبسوطين، ومبروك مبروك على الترقيات. بقى عندنا 6 ابوزياكون اترسموا اليوم، اترقوا من رتبة الأغنصس. وكان عندنا من أيام الأنبا أبراهام المهندس جرجس المصري رئيس الشمامسة، بس هو الأسبوع هذا في ألمانيا. يبقى عندنا 7 رتبة ابوزياكون، ودي نعمة وفرحة كبيرة. لازم كل واحد فينا اليوم يضل ليل ونهار يقول لربنا أشكرك يا رب على العمل. وبعد العظة تقدم جميع المرتسمين لنيل بركة الرتبة الشموسية من قبل نيافته، وسط فرح الحاضرين ودموع أهاليها.